شنو تشي 7 الدرع. هاد شخص كاين عندنا هادو تاع الدراري الصغار ثلاثة ب 7 الدرهم، ثلاثة ثلاثة ب 7 الدرهم ثمن المكازا. حنا كنصوبو مع الناس باش تعرفي، حنا كنديرو واحد الثمن قريب ثمن الجملة، ما كنعرفو حنا واحد السكون تاع البيع والشراء. كنخدمو هاد الباص اوديو اوديو على هكا واخا. شفت بعدا حالك اللي ما تسمعوا الاخبار الخارجيه، شفت كنديروا اوديو كنتناو بعدا نص الصوت عشان كتولي باحي. هو 160 ريال ثمن الفيرما ثمن المكازا. دابا انا داير معكم واحد الحوار تسميت بس سكتتو. كاينين الصغار وكاينين حتى الكبار. الصغار دايرين لهم بعدا 7 درهم، الكبار دايرين لهم 8 درهم، ثلاثة 160 ريال. اليوم كاين واحد الريح بزاف ان شاء الله. شوف سبحان الله، كتقبلوا واحد جي واحد الشتا من هنا لغدا ان شاء الله تذكر. امطار الخير وعليكم السلام. الحمد لله. شنو نقول لك حنايا 31 سنة. التجارة من ساليت بطاطات على الدراسة من 2005 دخلت البيع والشراء. وخسارة الوالدين ما عطروناش شي صنعة ودخلنا هذا المجال ديال البيع والشراء. ودابا المشكلة اللي كن المشكلة دابا اللي كن ولينا نتعرضوا عليها، كنسمعوا الأسواق الأسبوعية غادي يحيدوها. من خروج لا ما تستعملش من خروج على المدرسه قالت لي الوالده جوج حوايج، تدخل تكمل القرايه ديالك ولا دير بيع والشراء. كتاب الله درنا البيع والشراء بائع متزوج ما نكذبوش. قضيه كنا نقلبوا على المدخول قاري، لكن احنا من طبقه الهشه كان خاصنا شحال من حاجه. جميع بلاستيك، الاواني المنزليه، حتى الملابس تاع الدراري وتاع الوليدات الصغار، والمناسبات المناسبات هما كنخدموهم. يعني شحال كتعمرك تما كتشري؟ بديت المهم بيع وشراء، بديت من 13 سنه دخلت مجال بيع وشراء. 13 سنه دابا راه 31 سنه. بزاف واللي بقى فيا الحال اللي ندمت عليه هو ما خديت حتى صنعه. هادو اللي بقى فيا الحال. دابا مع كنتعرضوا جميع التعرضات بحال دابا البائع المهمشة بحال هكا كنديروا حنايا بدون قوانين بحال صعوبات كبيره. شكون اللي عاونك في الاول يعني باش المال باش انك راسي براسي كنا كنخدموا النوبة الأولى خدمنا مع عباد الله اللي كبر منا. كنا نديرو سيمانة واحد مدخول قليل كنا نتخلصو فيه سيمانة ماشي هو المكاتب. دابا هاد مجال تاع البيع والشراء الحمد لله ما خاصناش وما هذا فضلنا فيه. المهم هادو راه كبار كنبيعهم ثلاثة 160 كنربحو فيهم غير درهم فهمتي. ثمن الجملة تقريبا كنبيعو بحال ثمن الجملة، وهادو تاهما ثلاثة ب 7 درهم تا هو كنربحو فيها درهم. وعندنا القلعة تا هو دايرين 160 تا هو درهم. المهم كنلعبو على درهم في الحاجة. جميع الفئات، فئات الصغار الكبار، عندنا الطالعين الهابطين تا الطالعين تا هما طالعين. سبور هادو كيطلبو 10 درهم ثلاثة، هادو مع طالعين اللي بغى يجري اللي بغى يتريني كنديروا لهم. هادو ديال هاش هادو الوليدات الصغار
اصحاب الراوي، اصحاب المدرسه الوليدات الصغار، مرحبا بهم عندنا. المهم حنا معروفين في اسواق اسبوعيه، كنديروا جميع الاسواق الاسبوعيه، والحمد لله من كتكون الفلاح ناشط كياخذ من عنده، ومن كتكون الفلاح مسكين مضرور احنا كنتمنوا الامطار الخير. سب هذا الشيء اللي عندنا البنات، كل شيء كل شيء. مع الوقت ديالهم دابا الدخول المدرسي كان الوليدات الصغار كيشروا لهم الاباء ديالهم تقاشر صغار. الصعوبات هي بعد فهمتي، بعد الهامشيه في البيع والشراء، ما كتقول كتبيع واحد النسبه قليله، ما كنعرفوا حنا الريكلام 160 صافي كطبق 160، كيجي واحد ما باغيش يشري كيقول لك غير 120 5 دراهم، كتولي واحد مشدد كلاميه بين البائع والشارع. هادشي اللي كاين، وكنتمنوا من المسؤولين يكون واحد يخلوا لنا الاسواق الاسبوعيه. هازين الشباب بزاف كبار وصغار، ولا حيدوا الاسواق الاسبوعيه غتولي صراحه كارثه في المغرب. كنسمعوا مقولات بعض كيقول كاين كيقول لك ثاني ما كاينش نار بلا دخان، واحد كيسمع. كنتمناو حنا السواق يخليهم، الحمد لله راه كاين اتساع، راه السوق كبير لداخل، كاين شي مساحات ما استافدينش. كنتمناو هذوك اللي على برا يدخلوا لداخل، كاين المساحه. الدراري كنتمناو يفوق، كنتمناو الحاجة الوحيدة يخلوا لنا الأسواق الأسبوعية، أما هما اللي باش عايشين، على الحيدو راه يدمر الشباب، أنا كنتمنى واحد الطائرة خايبة اللي ولات دابا، الشباب كيدرسوا كيتعاطى شي حاجة. الدراري كنتمناو، راه كنهضروا، الدراري كنتمناو أي دري يتعلم الصنعة، الصنعة حاجة أساسية في هذا الوقت. ولما قريتيش تعلم الصنعة، والسلاح هذا الوقت هو القراية. خاصك قراية وفرصة سعيدة اختي، ونتمنى المسمع ديالي يسمع عبادنا كامل. شكرا اختي. انا متابعي قناة تي في كما كتشوفوا هذوما تقاسمي عند ايوب هنايا، ثمن 7 دراهم 8 دراهم. وصلنا لنهاية البث، نلقاكم ان شاء الله غدا مباشرة.